اهلا بكم ابناء الطلبه في سنه رابعه ابتدائي، واهلا بكم اولياء الامور في كل مكان. النهارده معادنا الحلقه الاخيره او الدرس الاخير من الوحده الاولى ليسون 4 و5 و6. هو عباره عن درس صغير، خلينا نركز مع بعض على نطق الكلمات، وهنركز على اهم حاجه في الدرس الاخير. احنا شرحنا اعزائي اولياء الامور، شرحنا الوحده الاولى دلوقتي كده على 4 دروس، نظرا لانها اول حاجه في المنهج بالنسبه لابنائنا في مرحله الصف الرابع الابتدائي. سريعا كده زي ما احنا تعودنا، احنا دايما بنقرا الكيفوكابلري اللي هي المفردات الجديده على ابنائنا. تي 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 اللي هو الشاي، هاني هاني اللي هو العسل، اوتس اوتس الكلمه دي الاولاد هيفضلوا يحفظوها طول السنه، اوتس اللي هو الشوفان، الشوفان ده من الاكلات المفيده للانسان. انجريدينتس تاني، انجريدينتس اللي هي المكونات او المقادير. كوكيز برضو من الكلمات، كوكيز من الكلمات اللي هتستمر معانا طول السنه في الترم الاولاني والترم الثاني. فلاب جاك اعزائي المشاهدين، اي فطيره مسكره فهي فلاب جاك، تمام كده، اللي هي فطيره او كعك محلى او فطيره الشوفان. الاجانب بيسموها ايه؟ بيسموها فلاب جاك، وهي قريبه من معنى من كوكيز، هي تقريبا نفس المعنى. ابارتمنت بتساوي كلمه فلات ومعناها شقه سكنيه. اهلا بكم اعزائي المشاهدين، معاكم احمد عبد الشافي من قناه استاذ جرامر. يا ريت اللي بيتفرج عليا لاول مره وما عملش سبسكرايب او اشتراك لقناه استاذ جرامر، يا ريت ندوس على كلمه اشتراك وسبسكرايب مع تفعيل زر الجرس عشان يوصل لنا كل جديد لشرح مناهج الدراسيه للغه الانجليزيه في جميع المراحل الابتدائيه والاعداديه والثانويه. نكمل مع الاكسترا فوكابلري، كل دي كلمات نقرا كتير ونخلي الاولاد يقراوا كتير على الاقل يحفظوا اللي يقدروا عليه. بليت اللي هو الطبق اللي بناكل فيه، ايجيبشن مصري، بريتش اللي هو المواطن البريطاني، بيك يعني يخبز، الكلمه برضو دي مكمله معانا طول الترم. ريسايب اللي هي وصفه الاكل، لما حد يديني وصفه طعام اعملها. ديزرت، نركز بقى مع الكلمة دي عشان الكلمة دي برضو معانا طول السنة، اسمها ديزرت وليست ديزرت. الفرق بينها وبين ديزرت اللي هي الصحراء ان دي فيها 2 اس وبتتنطق ديزرت، اما الصحراء اسمها ديزرت وفيها اس واحدة. نيكست تايم يعني المرة الجاية. بان اللي هي الطاسة. اوفر لو هيت يعني على حرارة منخفضة، بسوي أكل على نار هادية. سكوير حد هيقول لي سكوير يا مستر يعني مربع ومعناها ميدان برضو. اكسايتد أنا لما أكون مبسوط من حاجة فأنا اكسايتد، أنت لما تكون مبسوط من حاجة عجباك فأنت إيه؟ اكسايتد. اتعودنا على الجزئية بتاعة تصرفات الأفعال، وأنا بقول لكم أنا شخصيا اهتميت بالطلبة أبنائي في كل مكان بهذه الجزئية، وبصراحة في آخر السنة اللي هي بتاعت سنة رابعة قدروا يلموا مجموعة أفعال كبيرة جدا ما بين الريجولر اللي احنا قلنا الأفعال القياسية، والريجولر الأفعال غير القياسية أو الأفعال الشاذة. هفكركم تاني لو قلت لكم كل درس بقول الريجولر اللي بحط لها إيه؟ بحط لها دي أو إي دي أو أي إي دي. أما الفعل الريجولر ففعل هو غير منتظم لا يتبع قاعدة معينة وبحفظه على شكله. تعالوا بقى نقرأ. melted added sliced repainted recleaned. طبعا المعاني قدامكم اعزائي المشاهدين مكتوبه، احنا بس نركز على القرايه. feel felt say said عامله زي ايه بقى؟ go went buy bought. تعالوا نشوف الاكسبريشنز اللي هي التعبيرات والبريبوزيشنز اللي هي حروف الجر. برضو هبدأ أقول زي ما أقول كل درس، هل الكلام ده مهم جدا نحفظه زي اسمنا؟ مش لازم، ولكن كتر التكرار في القراية الولد أو البنت هتلاقيه بيحفظ. وإحنا باي ذا واي بفكركم تاني، أنا بشرح من كتاب المعاصر الكتاب الخارجي، هو من أفضل الكتب في هذه المرحلة. أي حد مع أي سلسلة تانية من الكتب أعزائي المشاهدين ممكن يتابعني الكلمات واحدة ويتابعوا الطريقة بتاعتي. talk together يعني نتكلم مع بعض.
say goodbye. لما تحب تسيب حد وتمشي تقول له ايه say goodbye، قول له ايه الى اللقاء. a bit worried، انا لما اتكلم عن نفسي بقول I am a bit worried، يعني انا قلقان شوية. taste good، لو انا اكلت حاجة والحاجة عجبتني وبطعمها حلو اقول ايه taste good. have some tea، اعزم بقى حد على شاي كده، have some tea، اتفضل بعض الشاي. try a little، try a little يعني جرب ايه القليل من الحاجة اللي انا بقدمها لك. what a great idea، يعني يا لها من فكرة رائعة. slice into small squares، اقول لك ايه احنا هنقطع الحاجة دي لمربعات صغيرة. stir well، stir well يعني هنقلب الحاجة دي تقليب جيد. القصة اللي انتوا شايفينها دي اعزائي اولياء الامور واولادي الطلبة في كل مكان، دي قصة واحدة اسمها تاليا راحت لصاحبتها الانجليزية اسمها سوزن وقدمت لها اكلة الايه الاوتس او الكوكيز اللي بيسموها فلاب جاكس. الفلاب جاكس دي اللي هي طلعت مصنوعة من الاوتس والهني، تمام كده، اللي هي الفطائر المحلية بالسكر. تعالوا نشوف مع بعض هي اديتها الوصفة في الصفحة اللي جاية. دي الوصفة اعزائي المشاهدين، سوزنز ريسايب فور فلاب جاكس، الوصفة بتاعت سوزن للفطائر المحلية بالسكر. This is how Susan and her mom make flapjacks. ودي الترجمة بتاعتها عشان بس ما نكررش الكلمات. دي الطريقة اللي سوزان وامها بتقدم بها فطائر الشوفان. بتقول ايه رقم واحد؟ بتقول لها melt the butter، خلي الزبدة تسيح، وايه كمان معها sugar and honey in a large pan over low heat. ادي الترجمة بالعربي اعزائي المشاهدين، انا بس بركز على القراية. نمبر 2 add oats and salt، هتضيف الاوتس اللي هو احنا قلنا ايه يعني الشوفان، salt اللي هو ايه الملح، and then stir well، وبعد كده قلبيهم كويس. نمبر 3 bake، بيك يعني ايه لسه قرينا من شويه، يعني يخبز for 20 minutes، هنسويها لمده 20 دقيقه، تمام. بعد كده when the flap jacks are cold، لما الفلاب جاكس فطائر الشوفان دي تبرد، هنعمل ايه؟ سلايس، نقطعها into small squares، لمربعات صغيرة، تمام. ودي كلمة ingredients يعني المقادير اللي احنا احتاجناها عشان نعمل ايه فلاب جاكس. تعالوا احل معاكو الفيل ان ذا جابس ده او اكمل. عندي say، عندي make، talk، Egyptian. هاخد من دول ثلاثة هكملهم في النقط. نقرأ بقى كويس. محمد and وانج، محمد وانج مالهم؟ are good friends، صحاب كويسين مع بعض، تمام. محمد is، تفتكر محمد ده يكون ايه يا شباب؟ طب نكمل كده، مستر محمد is نقط، and وانج is Chinese، وانج ايه؟ وانج صيني او صينية، تمام كده؟ اوكي. تعالى يبقى محمد ماله؟ محمد ايجيبشن يا مستر، يبقى ايجيبشن هتبقى نمبر 1، تمام. their parents يعني الاباء بتوع محمد وانج are friends too، برضه صحاب زي وانج ومحمد. they not together a lot، لسه قارينها من شوية، بيتكلموا مع بعض، فين بيتكلموا؟ talk، يبقى دي number 2. they are sad، هم زعلانين ليه؟ when they not goodbye، لما بيفترقوا عن بعض. when ايه احنا خدناها ايه؟ لما يقول لك قول الى اللقاء say goodbye، فين هي؟ اهي say، يبقى say دي يا شباب هتبقى رقم كام؟ هتبقى رقم 3. يبقى احنا خدنا Egyptian، خدنا talk، خدنا say، يبقى احنا سيبنا كلمة make. تعالوا احل معاكم سؤال الماتش ده، عندي هنا 3 وعندي هنا 4، معنى كده ان انا هسيب واحدة. وانا قلت لكم ان احنا السنة اللي فاتت في سنة 4 سؤال الماتش ده لما جه في جميع انواع الامتحانات، الامتحانات الشهر ونص السنة واخر السنة، كان معانا 5 على الشمال و5 على اليمين، يعني مفيش واحدة زيادة. نمبر 1 هبة اند تقى، هبة اند تقى مالهم ايه هنا بقى؟ طيب هتقول لي هبة اند تقى، مستر هبة وتقى دول جمع، يا اما في هنا ار يا اما هنا ار. طب وانا هقول هبة وتقى ار فيجيتابلز، هم خضروات ولا هم جود فريندز؟ تمام يا مستر، يبقى هنا نمبر 1، تمام. نمبر 2 فلاب جاكس، فطائر الشوفان مالها؟ مالها هنا في الاختيارات؟ انا خلاص خدت الاخيره، فاضل لي A و B و C. فلاب جاكس مالها؟ يا شيء جمع صح كده، يبقى ار بيج سكوير كوكيز، عباره عن ايه؟ عباره عن كعك ايه كبير على شكل مربعات، تمام. يبقى هنا رقم 2، برافو. نمبر 3
سلايز ذا فلاب جاكس، بيقول لك قطع الفلاب جاكس، ها كان بيقطعها ايه؟ انتو سمول سكويرز، لايه؟ لمربعات او دوائر صغيره. يبقى رقم 3 هتاخد سي، يبقى انا ما خدتش ايه، صح كده؟ تمام. ده اعزائي المشاهدين جزء الماث اللي هو الرياضه اللي موجود. انا عايز بس اقول لكم ما تتخضوش، جزء الماث ده في طول الترم الاولاني ما جاش عليه ولا سؤال في الامتحان، ولكن احنا بنقراه من باب المعرفه. تعالوا بقى نقرا 100 يعني 100، 1000 اللي هو الالف، ساين هي علامه والكلمه دي مكمله معانا الترمين، ascending اللي هو الترتيب التصاعدي، numerical 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 اللي هو عددي جاي من كلمة number، تمام، digits اللي هي أرقام، identify the signs يعني بقول لك اتعرف على هذه العلامات. طيب العلامة دي علامة الايه؟ الأكبر من، اسمها ايه؟ greater than. طب العلامة دي عكس العربي يا شباب، العلامة دي أصغر من، less than. طب العلامة دي علامة اليساوي اللي هي ايه؟ equal to. تعالوا بقى نشوف مجموعة الكلمات اللي موجودة في 5 و 6. خلي بالك وهنا طبعا اي كتاب خارجي بيحب يزود في الشرح عشان يبدأ يعمل منتج كبير، احنا يهمنا فقط لا غير الكلمات، وانا هقول لكم على اهم الاسئلة اللي بتيجي في الامتحانات. تعالوا نقرأ بقى الفوكابلري اللي هي المفردات، land اللي هي الارض، في الدرس ده بتكلم عن محافظة دمياط، governorate يعني محافظة، governorate محافظة، catch الكلمة دي معانا طول السنة، catch بمعنى يصطاد وله معنى تاني اللي هو يلحق به، famous يعني مشهور، life اللي هي الحياة، وfarmer اللي هو الايه؟ الفلاح. تعال نشوف بقى محافظة دمياط اسمها ايه in English، دمياط اللي هي دمياط، wheat اللي هو القمح، lemon ليمون، جوافة اللي هي جوافة، fisherman صياد، goat معزة، cow بقرة، million يعني مليون، part جزء، cheese الجبنة، دمياطي، people الناس، live يعيش، sheep خروف أو خرفان، thousand اللي هو الرقم 1000، rich in يعني غني بي او مليء بي. ده شباب التمرينات دي، انا بحب التمرينات دي جدا لانها بتشغل مخنا لو احنا حافظين كلمات. انا هبدأ اشوف صورة ايه دي، هتقول لي جوت، حفظتها ولا ما حفظتهاش؟ حفظتها يا مستر، جي او اي تي. طيب صورة ايه ده؟ القمح، ويت، ابدأ اكتب. صورة ايه؟ توميتو، ابدأ اكتب. ها جوافة، ابدأ اكتب الكلمات. افكركم معاكم مستر احمد عبد الشافي، مشرف اللغه الانجليزيه، بكلمكم من قناه استاذ جرامر انجليزي. يا ريت اللي ما عملش سبسكرايب او اشتراك للقناه يبادر بعمل اشتراك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصل لنا كل جديد مع كل الحلقات اللي جايه ان شاء الله. تعالوا نشوف قصه الطعام اللي موجود في دمياط جوفرنريت في محافظه دمياط. The land in دمياط governorate is rich in nutrients، غنيه بالايه؟ بالعناصر الغذائيه. The farmers can grow، الفلاحين بيزرعوا بقى هناك. انا يهمني من الاول هنا can grow rice tomatoes potatoes wheat lemons grapes، grapes اللي هو العنب، and guavas، تمام. كل ده بتزرع فين؟ في دمياط جوفرنريت. fishermen، طب الصيادين بيعملوا ايه؟ catch thousands of fish، بيصطادوا يعني سمك كتير جدا، in the sea. طيب cows goats البقر والماعز، and sheep والخرفان، live in دمياط governorate too، كلمة too يا شباب يعني ايه؟ يعني ايضا. نيجي بقى للحاجات المشهورة في دمياط اللي هي الدمياطي cheese، الجبنة الدمياطي is very famous، مشهورة جدا. about 1.5 million، طيب ده عدد السكان بقى، people live in this part of Egypt. طيب بعد كده life الحياة is good in دمياط، الحياة ممتعة فين؟ في دمياط. تعالى كده نجرب نحل سؤال الماتش مع بعض. دمياط is famous، اول ما هيقول لك كلمة famous اعرف ان هي وراها حرف الجر for، دور عليه بقى في الاختيارات، ها فين هي؟ هنا ها for دمياطي cheese، يبقى هنا هكتب number 1، برافو. number 2 about 1.5 million Egyptians،
كان بيقول لك 1.5 مليون ايجيبشنز من المصريين بيعيشوا فين؟ يعيش بقى ليف، اول واحده يا مستر احمد، يبقى دي نمبر 2، ليف ان داميتا جوفرنريت. تمام، فاضل لي واحده هنا وفاضل لي يا اما بي يا اما دي. تمام، ذا فارمرز جرو، الفلاحين بيزرعوا، اشوف ايه اللي بيتزرع يا شباب الناحيه التانية. هو هيزرعوا هنا توميتوز وبوتيتوز ولا هنا جوتس وكاوز؟ لا يا مستر، هيزرعوا ايه؟ توميتوز وبوتيتوز. تمام، يبقى دي نمبر كام؟ نمبر 3. يبقى دي رقم كام؟ رقم 3. يبقى انت كده حليت الماتش سؤال ايه صح. تعال حل معاك في الانزا جابس. عندي هنا كاتش، ليف، جوتس، جرو. اقول لك معانيهم؟ تمام، كاتش يعني يصطاد، ليف يعني يعيش، جوتس اللي هو الماعز، جرو يعني يزرع. تمام، ذا لاند ان داميتا جوفرنريت از ريتش ان نوتريانتس، غنيه بالعناصر الغذائيه. ذا فارمرز كان، الفلاحين ممكن يعملوا ايه؟ هيعملوا ايه يا مستر؟ في الرايس والتوميتوز والويت، ايه بيزرعوا يا مستر؟ يبقى جرو. يبقى جرو دي هتبقى شباب رقم 1. فيشرمن، الفيشرمن اللي هم ايه؟ الصيادون، بيعملوا ايه؟ هيصطادوا يا مستر. يبقى يصطاد يعني ايه؟ يبقى كاتش، يبقى دي نمبر 2. كاوز وايه تاني؟ اند شيب، كان بيقول لي كاوز وجوتس، يبقى جوتس دي يا شباب هتبقى رقم كام؟ هتبقى رقم 3. تمام، سؤال في منتهى البساطه. تعالوا نحل سؤال اللي اختر، تشوز كوريكت انسر. نمبر 1، ذا سبيس او نقط كان جرو رايس، مين اللي بيزرع يا شباب؟ مين اللي بيزرع من غير ما اكمل الجمله؟ هل هو الفيشرمن ولا الفارمرز ولا الانجينيرز ولا الفيتس؟ ذا فيتس ده يا مستر يعني ايه؟ اللي هو جمع كلمه طبيب بيطري، والانجينيرز المهندسين، والفارمرز الفلاحين، والفيشرمن الصيادين. مين اللي بيزرع؟ الفارمرز يا مستر، يبقى رقم بي. نمبر 2، فيشرمن الصيادون كاتش thousands of fish in the، هو الفيش موجودة فين يا شباب في الاختيارات؟ في الماركت ولا البول ولا الكيتشن ولا السي اللي هو البحر؟ برافو، يبقى السي يا مستر اللي هو البحر. نمبر 3، the land is rich، هو قال لي كلمة غنية بي او مليئة بي، rich in، نحفظ بقى rich in. نمبر 4، دمياطي cheese is very، هو كان بيقول لي الجبنه الدمياطي مالها؟ مشهوره، يبقى فيمس، يبقى ايه؟ فيمس يعني مشهوره. نمبر 5، about 1.5 million Egyptians، كان بيقول لي بيعيش، فين كلمه يعيش بقى في داميتا جوفرنريت؟ ده عيش يعني يا مستر يعني ليف. مجرد ان احنا حفظنا اولاده في كل مكان هنلاقي نفسنا بنحل بمنتهى السهوله. الموضوع مش صعب، الموضوع سهل جدا، مجرد بس ان احنا نركز في المذاكره، وخليكم معايا على طول عشان نشوف الدنيا هتمشي معاكم ازاي زي ما مشيت مع زمايلكم اللي كانوا في سنه رابعه السنه اللي فاتت. انا استاذ جرامر، مهتم بتعليم المناهج اللغويه باللغه الانجليزيه لجميع المراحل التعليميه. تعال بقى نحل سؤال الماتش عشان نتعود عليه. ذا لارج انتستين، فاكرينها يا مستر؟ ايه اللي جاب الجزء ده؟ ما ده بقول لك اسئله على الوحده بالكامل. ذا لارج انتستين اللي هي الايه؟ الامعاء الغليظه. هناخدها فين هنا؟ ده كان بيقول لي في درس الامعاء الغليظه هي موجوده حوالين السمول انتستين، صح كده؟ تمام، ما انا عندي هنا انتستين وعندي هنا انتستين، خلاص يبقى دي نمبر 1. وي تشو فود، فاكر بقى تشو يعني بنمضغ الاكل؟ وقلت لك تشو دي هتيجي دايما مع كلمه ايه؟ مع تيث يا مستر اللي هي الاسنان، يبقى دي رقم نمبر 2. 3، ستي اواي، بقول لك ابقى بعيدا، فروم سموك، خليك بعيد عن الايه؟ عن الدخان، يبقى دي رقم 3. تعال نشوف السؤال الري ارينج الترتيب. عندي ووتر وعندي درينك اوف بلنتي. هبدا انا بكلمه ايه؟ هبدا بكلمه درينك يا مستر. انا بقول لك ايه؟ درينك ها بلنتي اوف ووتر. تمام، والجمله هتنزل قدامكم زي ما انتم شايفينها كده. درينك بلنتي اوف ووتر، يعني اشرب ميه كتير. تمام، نمبر 2، هبدا بكلمه ايه؟ هبدا بشي يا مستر. شي ها ريدد، يعني عمل التاني هير هوم وورك. تمام، 3، وات، هبدا بايه؟ بوات، ادور بقى، ادور على الفعل المساعد. وات دو فارمرز بريديوس ان داميتا؟ وات دو فارمرز بريديوس ان داميتا؟ أرجو أعزائي المشاهدين كله يتفرج عليا في كل مكان، إحنا نركز مع أولادنا وبالراحة عليهم. إحنا كده شرحنا يونت 1 على 4 دروس عشان نقدر نستوعبها
بمنتهى السهوله. تحياتي دمتم في رعايه الله، كان معكم مستر احمد عبد الشافي مشرف اللغه الانجليزيه. اتمنى اعزائي المشاهدين يكون درس النهارده درس سهل وقدرنا نستوعبه بطريقه سهله وبسيطه. انتظروني في مزيد من الدروس على قناه استاذ جرامر في جميع مناهج اللغه الانجليزيه وتعليم الانجليش لانجوج بطريقه سهله وبسيطه بعيده عن التعقيد. تحياتي، كان معكم احمد عبد الشافي. See you.